كيموافق المدير الإقليمي لوزارة الشباب والثقافة والتواصل الخميسات. ككل سنة اليوم كنحتفلوا ب 8 مارس اللي هو العيد ديال المرأة على مستوى الإقليم ديال الخميسات، وكنحتفلوا به اليوم بحضور في إطار مهرجان الإقليمي للمرأة، بحضور مختلف الأندية النسوية ورياض الأطفال بطبيعة الحال تابعين المديرية الإقليمية بمختلف الجماعات ديال الإقليم. دائما كنحتفلوا به في إطار التمييز، وشعارنا دائما هو الأمل كما قال وزير الشباب والرياضة، لأن الأمل كيخلق الحياة، الأمل كيعطينا دفعة إن شاء الله للقدام. احنا الحمد لله على مستوى جد راضيين على مستوى الاداء ديال الانديه النسويه ورياض الاطفال بالاقليم، لانهم قفزوا اشواط كبيره، دازوا عبر محطات اللي هي كثيره في اطار التمييز، اصبحوا كيضاهيوا مجموعه ديال المؤسسات اللي هي مؤسسات خاصه، مؤسسات على امكانيات. احنا فخورين بالمراه المغربيه، فخورين بالمراه الجمهوريه، ونتمنوا ان شاء الله ان السنه الماجيه تكون سنه ديال التمييز اكثر وديال العطاء اكثر. وشكرا. أستاذة جليلة اليزيدي، أستاذة شعبة المربيات وكذلك مشرفة على الشعبة بمركز التكوين المهني الإقليمي وروض الأطفال بالخميسات. بمناسبة اليوم العالمي للمرأة الذي يصادف 8 مارس من كل سنة، تحتفل المديرية الإقليمية بالخميسات بمهرجان الإقليمي النسوي تحت شعار مؤسساتنا طموح ورقي متواصل. وبهذه المناسبة أتشرف لجميع النساء بمدينة الخميسات خاصة وعامة، جميع النساء المغربيات دمتن متألقات. وهذه المناسبة احتفلت المديرية بجميع المؤسسات داخل الإقليم وبجميع الشعب، سواء الخياطة والفصالة، سواء شعبة المربيات، سواء الحلاقة، يعني جميع الشعب شاركوا في هذه المناسبة العزيزة على قلوبنا. نود أن نشكر السيد المدير الإقليمي السيد حكيم موافق بتشريفه لنا ضمن هذا المهرجان الإقليمي النسوي، وكذلك نود أن نجدد الترحاب بالطاقم المرافق له وكذلك الأطر التربوية والإدارية بالإقليم. ما تنسوش تابوناو فلاشين وتأكتيفو الجرس باش يوصلكم الجديد من فيديوهات المغرب اليوم.